متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله صباحكم بكل الخير إليكم. نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم تبقى مناطق واسعة من جنوب غرب المملكة ضمن تأثيرات الحالة المطرية المتمثلة بهطول أمطار رعدية فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة، مرتفعات عسير والباحة وربما حتى تمتد إلى مرتفعات الطائف. كما تستمر التخريج البحرية بالتأثير على بعض المناطق الساحلية من المملكة والتي قد تشمل أيضا سواحل القنفذة والليث وحتى ربما سواحل مدينة جدة. على الجانب الآخر يتوقع استمرار هطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق حائل وأيضا شمالا باتجاه الجوف وعرعر وبالقرب من تبوك أيضا في اتساع لهذه الحالة الماطرة، في حين يكون الطقس مستقرا في المناطق الوسطى والشرقية بما فيها العاصمة الرياض. الأحوال الجوية بالنسبة للعاصمة الرياض هذا اليوم تكون الأجواء غالبا صافية، درجة الحرارة العظمى 18 درجة مئوية مع أجواء يعني مائلة للبرودة في ساعات الصباح والليل ولكنها تكون مائلة للاعتدال في ساعات النهار. دعونا الآن نتعرف درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة ونبدأها شمالا من سكاكا. تكون العظمى 18 إلى 6 في عار 17 إلى 3 وتبوك من 21 إلى 9 درجات مئوية. المناطق الغربية من المملكة تكون في المدينة المنورة 25-15، جدة 33-19، مكة المكرمة 29-20، وفي الطائف من 18 إلى 8 درجات مئوية، مع ملاحظة أن هذه المناطق جميعها هناك فرصة جيدة لأن تتعرض لزخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى. انتقالا إلى جنوب غرب المملكة، المرتفعات يتوقع عليها زخات رعدية قد تكون غزيرة اليوم من الأمطار في أبها 19-6، الباحة 14-6، وفي جازان الأجواء غائمة جزئيا مع 28 درجة مئوية في ساعات النهار وتكون 24 درجة مئوية في ساعات الليل. انتقالنا إلى الإحساء 22 إلى 10، الدمام 23 إلى 12، وفي حفر باطن من 19 إلى 7 درجات مئوية. ختاما في المناطق الوسطى من المملكة، الرياض 19 إلى 9 درجات، بريدة من 20 إلى 11، في حين تكون هناك أمطار رعدية في حائل والعظمى من 17 درجة مئوية في ساعات النهار، تنخفض الصغرى ليلا إلى حوالي 7 درجات مئوية. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة لهذا اليوم. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.